يعني انت راجع يا شمس عشان تقلبها لنا حرايق؟ بقالنا مدة عايشين في هدوان سر. وإيه اللي حصل لده كله يا ماري؟ بتلعب ليه في طرف مناخير الحمايدة يا شمس؟ وما لقيتش غير الشيخ طه، ده وراه جبايل تحرق نجوع. يا بوي يا بوي حكم عدلك، الحمايدة دول ناس دمهم حامي والعصبية لابساهم، وأي مشكلة معاهم مش هتعدي بالسهل. وأنا لما أكون عاوز أمدنهم وأخليها أحسن جزيرة في العالم أبقى بخرب الدنيا؟ أنا قلت أشتري بيوتهم وأضعاف تمنها، غلطت في حاجة أنا؟ ده أنا جاي أساعدهم أديهم تمن بيوتهم أضعاف تمنها، وفوقيها شقق يسكنوا فيها ما يحلموش بيها، أنا أخليها أحسن جزيرة في العالم. لا يا شمس، أنت جاي تولعها، مالك ومال بيوتهم؟ جاي تطلعهم من أرضهم ليه؟ يوه يا مريم، وبعدها لك عاب. يا بوي عمتي مريم قلبها عليك وريدها لك الخير، أنت ممكن تستثمر أموالك في أي شيء تاني وبلاش تغصب على الناس. حكيم أبوك لما بيكبر بيتعب قلبنا معاه. إيه يا مريم؟ مريم إيه؟ أنت عاوز إيه؟ وبتعمل كده ليه؟ نفسي أفهمك، نفسي أرسلك على بر. مالك؟ كل مادة بتوسع يدك كبش في الجمر لحد ما تولع وتبقى رماد. يا شقيقي الكون له حاكم، والحاكم بكرة هيحاكم. حديث الكبس على مراوحي. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.